المقابله ما كانت سهله، تلقينا واحد جوج الهزائم اللي كانوا قويين، يعني في الدار ديالنا وخارج الديار ديالنا في مدينه خريبكه. لعبنا مع فريق كبير بالقاعده الجماهيريه ديالو، حقق واحد النتائج ايجابيه، تمر من واحد الظروف اللي نورمالمون فريق كبير كان رجع البيضاء وما خصوش يمر من هاد الظروف. الحمد لله حاولنا باننا نسيطروا على المقابله الجوله الاولى، فتحوا لنا دي زوكازيون حاولنا نستغلوهم. الحمد لله جانا واحد الهدف استغلينا، حاولنا نحافظوا على الهدف ديالنا حتى اخر مقابله. الحمد لله تنبغي نشكر اللاعبين ومكتب مسير ولا السي المدرب على جميع التعليمات. الحمد لله تنتمنى باننا نزكيو هذه النتيجه هذه اللي حققناها الان ضد فريق كوكب مراكشي، باش ان شاء الله نرتقي وسلم.